الله يسعد لي اوقاتكم متابعين، يعطيكم الصحة والعافية حبايب قلبي. اليوم طريقة والله مقلوبة الملفوف، عاملة شاكرية باللحمة قدام رز بشعيرية. هي طريقتنا مقلوبة بالملفوف، يعني سهلة ولذيذة وطيبة مثل الملفوف. احسن ما تتعبوا حالكم بتلفوا الملفوف وتعملوا مقلوبة الملفوف، نفس الطعم اللي راح تلاقيه، لذيذة وسهلة وطيبة، كتير كتير طيبة. الله يسعد لي اوقاتكم حبايب قلبي. طبعا هون بنقطع الملفوف، غاسله انا الملفوف، بقطع الملفوف شايفه شلون بقطع مربعه، بس بصفل الطنجره عشان ما يلزق الملفوف. حطوا يا شرايح بندوره يا شرايح بطاطا، احسن انه لزقت شوي عندي انا الملفوف، حطوا تحت منه يا شرايح بندوره يا شرايح طبعا بطاطا، وبتقيموه بشيلوه. طبعا انا هون حطيت الثوم، بس الافضل انه تحطوا تحت منه يا شرايح بندوره يا شرايح بطاطا، احسن ما بيلزق الملفوف بالسفل. شايفين بهالطريقه انا بقطع الملفوف بهالشرايح بهالطريقه، بكملها انا طبعا غاسلت الملفوف، يعني بساويها طبقتين او ثلاث طبقات، حساوية ثلاث طبقات. انا كمان عندي ملفوفة تاني حاخد من النص التاني، شايفين شلون حبايب قلبي بهالطريقة انا غاسل الملفوف ومجهزته. شايفين حبايب قلبي بدنا نحط نص التومات، طبعا حاطه تقريبا 300 غرام لحمه، تقريبا اكثر من نص كيلو، كاستين ونص رز حاطه، وهي فنجان زيت، بهارات نعناع ملح كمون فلفل كركم، بدي اخلطهم على المظبوط. بدو يحطوا لهم معلقة سمنة كمان، شايفين تبلته. وهلا بدنا نصفي كي صفي بدنا نحط لها طبقة هيك كمان، نكمل البقايا بهالطريقة. هي أكلة الملفوف سهلة المقلوبة، بتجي طيبة كمان طبعا، وبنحط هاي بالأخير كمان فوق. حطيت معلقة ملح، وهي معلقة ثوم، معلقة نعناع يابس بيحركوا، طبعا هلا بدي كتو
بدنا نحطهم على الغاز بس يغلوا منه، بس الغاز عليهم طبعا. هلا بس يغلوا منه بس الغاز. هاي مقلوبة الملفوف اسمه. من هاي ونغطيهم مني طبعا، ونتركهم يتهدوا لشغلة ربع ساعة حتى يستووا على المظبوط. شايفين هادين الغاز هلا، كأنه عم فلفل رز او بنعمل مقلوبة باذنجان او شيء بهالطريقة. ما شاء الله صار جاهزة، رح اطفيها ونقلبها بعد 10 دقايق. شايفين قلبتها هلا، بتركها شغلت 10 دقايق بعدين برفع الطنجرة بكون نزلت مقلوبة بهالطريقة. بتركها شغلت 10 دقايق كمان. ما شاء الله طبخة شاكرية باللحمة كمان صارت جاهزة. ما شاء الله تبارك الله، شايفين الشاكرية باللحمة، أكلة طيبة لذيذة. أولادي طلبوها مني قدام رز بالشعيرية، أحلى مقلوبة ملفوف ما شاء الله عليها قدام الشاكرية. يا عيني رز بالشعيرية ولا ألز من هيك. ما شاء الله تبارك الله. عم بسلق درة هلا، بس لا يخلص الذرة برجيكم الذرة اللي عم بسلقه. ما شاء الله على الذريات، شايفين انظرون شي بشحي. سلقت الذرة كمان، ولادي بيحبوا الذرة، سلقت اللون ذرة، شايفين شي بشحي ما شاء الله تبارك الله. وبالعافية بالعافية علينا وعليكم يا رب. طبعا لازم نشرب القهوة ما شاء الله، حطيت معلقتين من السكر دولة القهوة. السكر حسب الرغبة، في ناس بحبوا وادي في ناس بلا سكر. هون حطيت 3 معالق كبار قهوة كمان بقلبها، بغليها. طيب القهوة بتعرفوا السوري بحب القهوة، قهوة تركية طيبة ولذيذة. صارت جاهزة مش مش. ولازم الشاي بعد الأكل ما شاء الله تبارك الله، احلى ابريق شاي بعد الاكل ما شاء الله عليه.